أيام شممي وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصام وكيف تدعو إلى دنيا ضرورة من لولاه لم تخرجي الدنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم نبيون الأمير الناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم فقد نبينا في خلق وفي خلق ولم يدانه في علم ولا كرم وكلهم من رسول.